نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على اي اف ام واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على اي اف ام ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على إيفان. مرحبا بكم في الموسم الخامس من برنامج نهج التريبينال، وقضية اليوم باش تهزنا لمنطقة فال دواز الفرنسية واللي تبعد 70 كيلومتر على العاصمة باريس، وبالتحديد القرية شيرونس. الوقايع بدات نهار السبت 7 أفريل 2012 مع 11 بتاع الليل. ماي باروسو عمرها 23 سنة طلعت ولدها الصغير لورينزو اللي عمره عام وشهر للليتاج باش ترقدو كعادتها، ونهارتها بالذات سون كومبانيون ألان كايون ديدها عمره 23 سنة باش يروح مخر لأنه يخدم في ريستورون، ونهارتها عندهم عرس يعني ليلة وفراقها صباح. المونجالة دقت دقتها وأعلنت على نص الليل، وألان بعث SMS المايفا قال لها البيعة باش تطول ما تستنانيش. قالت له أوكي معها تبقبيقة المساج. وعلى فكرة ألان ومايفا عندهم فوق العامين عايشين مع بعضهم كالأزواج من غير صداق، أما كانوا منسجمين بشكل كبير. وهكا البيبي لورينزو وقت اللي جاء زادهم لحمة، ولا هو العنصر الفعال في عشرتهم وترابتهم، وحياتهم ولات بكلها معدل عليه. مع مضي ساعة غير دارجين الآن عاودت لاب مايفا ما هزتش، بعث لها SMS باش يقول لها اللي هو ما ينجمش يروح قبل الماضي 3 متاع الصباح. كيف كيف ما جاوبتش، قال بينو بيروح ولازم رقدت حتى انا قداش لزلها راهي المسكينة تعبة. مختصر الحديث الآن خلطت مع ماضي 3 غير 4 متاع الصباح، وقف كرهبته ومشى للدار وجبد المفتاح ويلقى الباب دوبلاش مردود. قامت عجب لأنه منبه عليها ديما تسكروا، ووقت اللي دز الباب ودخل يلقى الدنيا ظلامة حيسة. زاد استغرب أكثر وأكثر لأنه مايفا في العادة تخلي الضوء يشعل وحتى التلفزة زادة هاو كونس فيها كالليل. ولهنا انتبه للبكام تعولده لورينزو كالبيبي، بكى بالشهقة ماهوش عادي بالكل، ووقتها طول طلع للإيطاج وقلبه في الرعايدة خايف لأنه الحالة ماهيش عادية بالكل. ودوب ما حد ساقه في بيت ولده شعل الضوء تجهر باللون الأحمر اللي كان كاسي القاعة، بركة متاع دم مكبوبة فوق على كرشة، ولورينزو ولدها محشي تحتها يبكي في بكاء يحمم القلب وبكله مرغد بالدم. ألان كلا صدمة عمره ماهوش باش ينساها في حياته، ابقى واقف في بلاصته جامد ماهو فاهم حتى شيء. من بعد هبط بكله على ميفا ويثبت فيها، مشى في باله اللي هي طاحت على راسها كاو يا عثرت يا زلقت. وفي الأثناء كلم لي بومبي رجال المطافي، قالوا له ابدأ في الإسعافات الأولية، وبقاوا يوجهوا فيه حتى لين خلطوا. الآن بدأ يعمل لها في مساج كاردياك، مسلها نبضها لكن ما يعرفش هل ترى قلبها مازال يدق ولا لا، وحتى عملية التنفس الاصطناعي اللي قام بها ما اعطت حتى نتيجة. بقى يحاول معها بالبوشابوش فماش متت ملير وريها بالهواء، لكن الظاهر الأكسجين يبقى في فمها ما يتعداش للروالي. احساس الان انه ميفا فارقت الحياة ولا يقين، وباش يتأكد وقت اللي الاسعاف خلطوا هزوها للمستشفى، ومع ماضي 3:30 متاع الصباح تم الاعلان على وفاتها. اعوان الحرس اللي تنقلوا على عين المكان في ساعة ما فهموا أنه المسألة فيها جريمة قتل ماهيش حادث منزلي، لأنه الضربة ماهيش متعتيحة
وما كانش صعيب باش يلاحظوا أنه راس ميفا تتعرض لعدة ضربات بأنه بجي كونتوندون، يعني أداة متينة. القبعة متاعها كانت مفرشخة فرشيخ خلف الدم متاعها اللي كبد على القاعة، الطشان وصل للسقف، وهذايا دليل على العنف الكبير اللي تعرضت له. ومش كان على راسها كاو، بدنها كانوا موجودين عليه برشا أثار متاع ضرب، والطبيب الشرعي باش يأكد أنه الاعتداء كان على غاية من الوحشية، لأنه خلف لها كسور في البلايس الكل، في الكولون فيرتيبرال وليكوت يعني الضلوع والعمود الفقري، وخلف لها زادة جروح عميقة أغلبها وقع تسديدة في أماكن تدل أن المسكينة حاولت باش تحمي ولدها من الهجوم، وحاولت زادة باش تخبيه بيديها. لكن المجرم بقى يسدلها في الطعنات بآلة حادة والأكثر سكينة، والضرب اللي جاها في كفوف يديها ومرافقها دليل على أنها دافعت على ولدها وعلى روحها. الآخر رمق، لكن شراسة المعتدي ما خلت لها حتى فرصة. لهنا أكيد الجاني كان مستهدفها هي مش ولدها، والحسن الحظ هكا البيبي موصل له حتى سوء، لا خباش ولا ضرب، معناها ماهوش هو المقصود بالاعتداء. الحاجة الثانية هو الدافع متاع الهجوم، مبدئيا ماهوش الاغتصاب، لأنه الضحية ما تحمل حتى أثار متاع اعتداء جنسي أو محاولة أخرى للنيل منها. يقول القايل ما لعلاش ميفات قتلت باك الوحشية هذيك. المحققين متاع الحرس مشاو لفرضية السرقة، خاصة وأنهم ملقاوش الحقيبة اليدوية متاع ميفا واللي فيها فلوسها وأوراقها. يطلعش القاتل أن رودور، يعني واحد متسكع يحوم فيها كالحومة ومتعدي من غادي، ولقى الباب دوب بلاش محلول وتسكر وفهم أنه ما فما كان مراه ولدها صغير، وصار اللي صار. هالفرضية هذه معقولة، لكن هالفرضية هذه ما دامت كان سويعات قليلة، لأنه الحقيبة اليدوية هذيك باش يلقاوها حورة فام تاع ريستوران اسمه لومولان دو فورج، بعيدة بعض الكيلومترات على منطقة شيرونس. لقاوها مطيشة في باركينج، ومن بعد استوشها لقاه واحد صياد على حافة الكانال مش بعيد على نفس الريستوران، والمحتويات متاعه كانت كاملة، أوراقها وبطاقاتها البنكية وفلوسها. وبالتالي تأكد أنه الدافع متاع القتل ماهوش السرقة وماهوش الاغتصاب زادا، لأنه ما ثم حتى اعتداء جنسي كما سبق وقلنا لكم. إذن السؤال المطروح، علاش تقتلت ميفا وبهكا الوحشية هذيك؟ يا هل ترى انتقام، تصفية حسابات، وإلا الاثنين؟ بون vous me faites les enquêtes de voisinage, je vais taper les constats, on se retrouve au bureau, OK? في تواتر هالأحداث الأمنيين قاموا ببحث جوار، لكن ما عطاش حاجة كبيرة. أغلب الناس اللي وقع استجوابهم يقولوا أنه ميفا علاقتها عادية بالناس الكل، وفي الظاهر ما عندها لا عداءات ولا مشاكل مع جيرانها، خاصة وأنها بنت بلاد، يعني أغلب الناس يعرفوها ويعرفوا أمها وبوها. ميفا تولدت في قرية بجنب شيرونس اسمها برايلو، في عائلة متوسطة أما مستكفية بنفسها، عندها زوز أخوة أولاد أكبر منها، وكانت متعلقة بهم برشا، وخاصة بالكبير إيمانويل. وعلى فكرة ميفا تعلمت مهنة الحلاقة والتجميل، وكانت تخدم في سالون في الضاحية الراقية سان كلو القريبة من باريس، وتعدي أكثر من 4 سوايع ترونسبور في النهار باش تمشي وتجي، لكن هي كانت تحب خدمتها وحاملة تعب. ميفا اتعرفت على آلان وعمرها 20 سنة، وفي ساعة ما قرروا أنهم يعيشوا مع بعضهم ونقلوا المنطقة شيرونس وقت اللي آلان لقى خدمة في ريستوران، وغادي كان زاد لهم كالبيبي لورينزو. ميفا في هكا الدار اللي تسكن فيها وهي أصلها متاع أساس حبت تحل فيها سالون تاع مانيكور صغير، وهكاك تولي عندها مورد رزق سور بلاس. المحققين في البحث متاعهم بقاو يلوجوا على تفسير لها الجريمة اللي مشات ضحيتها ميفا، اشكونوا اللي قتلها باك الطريقة الشنيعة هذيك، وعلاش الدافع ما ينجمش يكون كان إجرامي.
زعما هي المستهدفة وإلا رفيقها ألان وإلا الاثنين مع بعضهم. هالجريمة هذه في نهاية الأمر باش تكشف حاجة كانت مخبية ومسكوت عليها. صحيح أن أمور ألان ورفيقته كانت تسمن على عسل، وحتى حد ما هو فايق بالدولاب اللي وراها العلاقة الطيبة، لكن بعد هالجريمة هذه كل شيء باش يتكشف ويبان، وألان هو اللي باش يخلص الفاتورة. إيش معناها؟ بكل بساطة، سي ألان الوليد لازعر الشباب واللي تتمناه كل فتاة كان خلف الخدمة متاعه في الريستوران يلحم، يعني بيعه بالأساس في الكوكايين ضربة واحدة، أما بنظافة وحد ما جابها فيه. ها هو ككعيبات كليونات من وجهاء القوم وليدات أثرياء، ولي فورنيسور يعني المزودين متاعه جماعة من الصنف الراقي وغرزتهم ميتة. شد مد يا أحمد، والكل في السكريتو. ولهنا وقت اللي الحرس عملوا التحريات متاعهم وتعمقوا في المعلومات اللي تحصلوا عليها، فاقوا بالدولاب متاع ألان اللي باقي ماشي في باله الأمور كالعادة، لكن تشد اون فلاغران ديلي يعني بالكمشة، وجاب ربي بكمية قليلة وباش ترسيله في الحبس طول المدة متاع البحث، يعني في ملابسات الجريمة متاع ميفا. ويقول القائل لهنا علاش مش هو اللي قتل ميفا؟ الإجابة على السؤال هذا سلبية، لأنه ألان وقت اللي ماتت مايفا كان يسربي في الريستوران، وأكثر من 100 كليون بخلاف الخدامة يشهدوا على هذا. إذن نتعدى والسؤال ثاني، علاش مايفا ما تكون شمشات ضحية تجارة ألان في المخدرات؟ مزودين أعطاوه سلعة وهو ما خلصهمش في فلوسهم أو اختلف معاهم ويحبوا ينتقموا منه، لكن إذا كان العملية متاع انتقام علاش ما زادوش قتلوا كطفل لورينزو باش يشويوها فرد مرة؟ وهذه ممارسات عادة ما يستعملوها بياعة الغبرة الكبار. لكن في قضية الحال وكما تعرفوا الدار بقات لباس عليها، لا تسرقت لا تفرتت ما تهز شيء. وخلينا نقولوا أنه إذا مشكلة ألان جات عرضا فإنه المحقين تأكدوا لنشاطه ما عنده حتى علاقة باللي صار الميفا. بعبارة أوضح كانت هي المستهدفة، واللي جاها قصدها بالذمة باش يقتلها هي دون غيرها. ولهنا الحرس بداوا في التحريات متاعهم والاستقصاء، ورجعوا للبلاغات والمحاضر اللي عندهم في المراكز متاع شيرونس ومنطقة برايلو، وطاحوا على شكاية قدموا بها ألان وميفا 6 أشهر قبل هالواقعة، ويقولوا اللي هما تلقاو تهديدات بالموت. منين جاتهم هالتهديدات؟ من عند مرا وراجل، ان كوبل دو سيكساجينير يعني اعمارهم في 60، وهما على التوالي ألان بيروي ومارتو إندا، يسكنوا خارج منطقة شيرونس. وألان هذا صاحبو ميفا وصاحبو صاحبو من الصغرى زادة، وعلاقتهم بقات حتى كي كبروا. مختصر الحديث، ألان وميفا الضحية في الشكاية متاعهم في هكا الوقت ما قالوش علاش وقع تهديدهم بالموت، والحرس في هكا الوقت ما نجموا يتحصلوا على حتى معلومة من عند ألان. زعم هالعزوزة والشايب الزداس اللي خارجين من 60 عندهم علاقة بمقتل ميفا؟ ويا هل ترى عندهم قدرة على القيام بجريمة كيف نكاكة وحشية من غير لروف لحن ويفرشخوا مرات فرشيخ قدام الرضيع متاعها بدون أي تردد؟ هذا اللي باش نعرفوه في مجريات الأحداث. في هالمرحلة هذه الحرس ما ضيعوش الوقت وعيطوا الألان بيروي واستجوبوه. Vous avez bien compris pourquoi on veut vous parler aujourd'hui, monsieur Berlu? Oui, oui, je sais. Pour la petite. Pour le meurtre. Oui, de Maëva Rousseau. Vous la connaissiez, n'est-ce pas? Je la connais depuis toute petite. C'est la fille de Christian Rousseau. Un bon ami. وحسب قوالو ليلة الواقعة مشات عشا بحدا جماعة أحبابه وروح لدارو. معناها الاليبي متاعو صحيح، كان غايب على مسرح الجريمة، وأكد لهم أنه وقت اللي روح لقى مرتو تستنى فيه وحدها وتنجم تشهد. عيطوا لها وشهدت بنفس الكلام. ولهنا المحقين هالأقوال هذو ما كفوهمش، عملوا تفتيش في دار ألان بروي هذا وفلاوها فليان، وما لقاو فيها حتى شيء ولا في الحوايج اللي كان لابسهم ألان نهار وقوع الجريمة. وباش يتأكدوا عداوهم على التحاليل، وما لقاو فيهم حتى نكتة دم ولا أديان متاع ميفا. وفوق من هذا الأديان متاعو بصماته ما كانوش موجودين على ساحة الجريمة.
معناها سي ألان بروي هذا خرج منها أبيض تبروري. في تواتر الأبحاث على القاتل وبعد ما ألان بروي تم شطبه من قائمة المشبوه فيهم، الحرس باش تجيهم زوج شهادات ثمينة وثمينة جدا. أول واحدة هي متاع طبيب شاب يخدم في منطقة شيرونس، نعرتها كان يتعشى بعد أم وبوه، سهر معاهم شوية ومن بعد روح هو ومرته ولده البيبي اللي حطوا في البوسات. وبما أنه داره ما كانتش بعيدة على دار بوه روحوا على ساقيهم، وعلاش ما تقولش وهما في شطر الثنية وقريب الأحداش متاع الليل اتلامحوا حاجة غريبة ماهيش اعتيادية. شخص واقف قدام فورغونات ولابس جواندوات بلاستيك روز كيما كاللي يستعملوهم المنظفات. السيد يمشي ويجي قدامك الكهرباء تقول سيد مربوط في قفص. واللي جلب الانتباه متاع الطبيب هذا انه هكا الشخص الغريب كان يخبي في وجهه بيديه كل ما يشوف كهرباء او حد يتعدى وكأنه خايف لا يعقلوه. وحسب قواله بدا يمشي ويثبت فيه ويتلفت له ومن بعد ما عطاش للمسألة أهمية. ولهنا الحرس وقت اللي طلبوه في أوصاف هالشخص هذا أعطاهم حسب التقريب اللي شافوا، قال لهم قامته طويلة وهذا ينطبق على ألان بروي اللي كان طويل. لكن المعلومة الثمينة اللي وفرها الطبيب هي أوصافك الكهرباء الفرجونات وجزء كبير من رقم المنجمي متاعها. ولهنا من غير ما نقولولكم أنه هكا الكاميونة هذيك طلعت متاع ألان بروي. يقول القائل أش يعمل غادي على بعد أمتار من دار ألان ومايفا، وهذايا ساعة واحدة قبل وقوع الجريمة أو أكثر شوية. بالنسبة للحرس شهادة كيمن هذه ما يمكنش التشكيك فيها، لأنه الطبيب كان معروف في المنطقة كاملة وعنده مصداقية كبيرة. في المرحلة هذه المحققين جاتهم شهادة من عند واحد من سكان القرية واللي عنده نفس المصداقية كما الطبيب. ليلتها وفي دوائر الأحداش متاع الليل كان مروح هو ومرته بالكهرباء وعرضهم ألان بروي في الفرجونات متاعو. عقلوه وهو زاد أكيد عقلهم. الشاهد هذا يقول أنه كان يسوق بجنب المادة والضوء متاع كرهبته كان طافي، وبطبيعة الحال هالشهادة هذه مع اللي سبقتها من عند الطبيب باش يكونوا كافين وألا ومرته باش يتحطوا سيريكوت، معناها باش يتنصتوا على المكالمات متاعهم. والنتيجة ما هيش باش تبطى على خاطر مرت ألا يعني إندا حكيت مع صاحبتها في التليفون وجبدت فيها المكالمة هذه على رجلها كيفاش روح نهار السبت 7 أفريل مع قاب الليل، جيب معاه ساك حطه على الطاولة وقال لها صاي أنا قمت بالمهمة. وهذا يتسمى اعتراف واضح ومسجل على لسان الزوجة. وقتها الأمنيين قاموا بإلقاء القبض على ألان ومرته وإندا، والمهمة اللي تستنى فيهم هي إثبات مسؤولية هالكوبل هذا في الجريمة وخاصة الدافع وطريقة التنفيذ. في التور هذا من القضية وبعد ما الحرس ألقاوا القبض على آلة ومرته كانوا يعاملوا فيه في معاملة خاصة، لأنه مازال في حداد على ولده اللي فقده اسمه رودولف في حادث أليم نهار 20 أوت 2011، يعني 8 شهور للتالي قبل مقتل ميفا. مختصر الحديث في آخر الاستنطاق، أنا سهل المهمة متاع المحققين، طول قال لهم اللي هو قتل ميفا واعطاهم شريط الأحداث بالتدقيق الممل، وهذه أطوار الجريمة اللي صارت نهار السبت 7 أفريل.
نهار السبت 7 أفريل ألا مشات عشا هو ولده الوسطاني مع جماعة أحبابه، وكي خرجوا مشى هو وياه للجبانة يعني ولده باش ينظفوا القبر متاع رودولف، وهذاك علاش الطبيب شافوا بجواندوات راس. وبعد ما نظفوا هكا القبر كيف اللي جاتوا كريز متاع غش، وبعث ولده روح وهو هزكر هبته ووقف قدام دار ألان وميفا. بقى فترة يقانس يشوفوا شي حد، ومن بعد هبط ومعاه اون باد دو بيسبول وخلينا نقولوا دبوس، واللي الضرب متاعو قاتل ويهشم تهشيم. مختصر الحديث لقى باب الدار محلول، ادخل وكان يعرف انه ألان هوش غادي، وما ثم كان ميفا والبيبي متاعها لورينزو. اطلع يتسلوس واحدة واحدة في الدروج حتى لين خلط للبيت متاع الطفل، يلقى فيوز صغيرة تشعل، وشاف بكل وضوح مايفا حاضنة ولدها بيديها وبدأت تنعس معاه باش ترقد. شو عريبي جي اوفر لا بورت ال ايتي با فيرمي شو مونتي بي جي لي دي كيتي لا اي بي اون بارلي avec l'alcool, moi, c'était différent. Je l'ai frappé. المسكينة بالعمل ما لقاتش الوقت مش تسيح ولا تعمل أي حاجة. تكب الطول في القاعة وهاك البيبي بين يديها. ألا لا روف لحن داخل عليها بكى الدبوس، وهي المسكينة تحاول باش تحمي البيبي نتاعها. لكن ألا ما كفاش الشيء هذا، وجبت سكينة وتخلى عليها شلت شلت. وبطبيعة الحال استغل فرصة أنه الضربة الأولى خليتها وكأنها في حالة إغماء، وزاد كمل المهمة نتاعو بهكا الباد دو بيسبول يضرب فيها ويقول ما ضربتش، حتى لين المسكينة فارقت الحياة. وعلى فكرة حتى بعد ما ماتت ميفا ما فكش عليها، باقي يضرب. وهكا البيبي المسكين يبكي ومكبش في أمه ومتمرغط في دمها وصوته يدمي القلب. في تواتر هالأحداث ألان بيروي بعد ما قتل ميفا اخرج وهز معاه الساك متاعها، وكي وصل للدار وحطوا على الطاولة وقال لمرتو ساي سيفي من غدوة هزك الساك تخلص منه. شي طايشو في الباركينج متاع الريستوران وستوش لوحو في الكنال، على أساس الشرطة تظن أنه دافع الجريمة هو السرقة. مسيو بيروي سي فو كي افي توي ميفا روسو. في هالمرحلة هذه الناس الكل سمعت باعترافات ألان بيروي، وهكا القرية تقلبت سفيها على عليها. الناس كلها ولات في حال الذهول، وحتى واحد ما كان يتصور أنه مجرد عرق وأغراض ومعهم تهديدات بالموت باش يوفاو بجريمة. ومهما كانت البونتوات اللي ما بين ميفا وألان بيروي ما ثماش علاش توصل للقتل، خاصة وأنه كما سبق وقلنا لكم ألا هذا صاحب ميفا الضحية من اللي هما صغار، والأدهى والأمر هو اللي عزاه وكان يواسي فيه بعد ما اكتشفوا بنته ميتها، ويقول له تهنى تو يلقاو اللي قتلها، ولا ملازم تقريبا ليل ونهار زعمة يخفف عليه في ألم فقدان بنته ميفا. معناها السيد يقتل ويمشي في دفينة المقتول. فيها الحقبة هذه من القضية أكيد راكم تتسألوا علاش ألان بيروي مشى قتل ميفا بهكا الوحشية، وعلاش زاد وهو في الجبانة ينظف القبر متاع ولده دخل في كريز متاع غش. وهذا يهزنا للدافع اللي ورا جريمة قتل ميفا، وربما راكم مشيتوا في فرضية أنه المسألة عندها علاقة بالموت متاع ولده رودولف، يعني ثم حاجة ما بينه وما بين ميفا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث خلينا نرجع بيكم للنهار اللي صار فيه الحادث، وكان الضحية متاعو رودولف ولد ألان. نهار 21 أوت 2011 رودولف كان شارب ويسوق بسرعة جنونية، ومع العشرة ونص فقد السيطرة على كرهبته هربت بيه وتسطع في اليسير دو سيكوريتي.
وهذايا مكان يبدا على حافة الكياس فيه شرشور ورمل باش العجال يغرقوا وما يصيرش المحظور. مختصر الحديث تنطر من الكهرباء والقاوة على بعد أكثر من 10 متر وميت. الكهرباء كان فيها شقف متاع ويسكي تقريبا فارغ، ورودولف ما كانش رابط حزام الأمان. يقول القايل علاش كان يجري ويحب يخلط فيس على شيرة شيرونس، لأنه ماشي طول الدار ألان وميفا، عنده مفاهمة معاهم، بلغتنا عنده رمانة ويحب يفركها، لكن الموت ما خليهش يوصل للمبتغاه. في تواتر هالأحداث يلزمكم تعرفوا أن الرمانة اللي حب يفركها رودولف كبيرة برشا، وعلى فكرة مايفا وألان ورودولف الكلهم مولودين في نفس القرية وكانوا نداد وقراوا مع بعضهم في نفس المكتب، عدوا طفولتهم وراهقتهم وشبابهم متلازمين، وكي كبروا ولاو يمشيوا للبومات وللسينما والحفلات جميع، والناس الكل تعرف هذا بما فيهم بو الضحية مايفا واللي كان صاحب بو رودولف كما سبق وذكرنا لكم. وعلاش ما تقولش أنه في فترة من الفترات وقت اللي عمرهم 16 سنة رودولف ومايفا حبوا بعضهم حب كبير، وهذا حسب الأقوال متاع صحابهم واللي يعرفوهم، كانوا كي حيون أو حيون ما يتفارقوش. والحكاية هذه دامت عام ونص وما بعد تقصت فجأة، معناها الحب فا وبقاوا أصحاب. وفي الحقيقة الحب فا من شيرة واحدة من عند ميفا، لأنها ما كانتش قابلة الخيانات المتعدة متاع رودولف. الطفل بوه كان مدلو بالكراهب والفلوس وهو عامل فيها دونجيون بزناس كبير كورور دو جيبون، لكن هو لمفلت للي لابسة جوب لا شارة لا جين زير متاع بنات. الريق هذا ما حملتوش مايفا وقالت له نقعدوا صحاب من بعيد لبعيد، راني من جماعة حزب الحوحو وكل واحد على روحه. ووقتها ماحت الألان وما هو إلا صديق الطفولة والأقربون أولى بالمعروف. المرة هذه الحب مشى مليح مليح، وولات هي وألان متعلقين ببعضهم وعايشين كالأزواج، وهالحب هذا اتوج بصغير واللي هو كالبيبي لورينزو. لكن في الأثناء رودولف ما فكش عليها، غار مرجها باللي زابيل ولي زاسماس، فين حبك ما نجمش نعيش من غيرك. الطفل كبش فيها تكبيشة القضاء لدرجة أنها حتى حبلة ما فلتهاش. وفي مرة من المرات مايفا هي في الشارع عن بلان بيبليك وهو باسها قدام الناس الكل، والغريب في الأمر أنه عنده صاحبته يعيش معاها واسمها كريستال. وباش ما نطولوش عليكم بالحديث، ألان ومايفا وقت اللي فاض بهم الكاس مشاو قابلوا كريستال صاحبة رودولف هذي، ووراوها اسماسات الحب متاعو اللي يبعث فيهم الميفا. بالوقت كريستال مشات الرودولف سمعته ما يكره وفرتت عليه كرشا وقالت له برا فركس على جمل قلع له صفايحه ديجاج. الطفل خرج من عقله وهبل الهبلة اللي هي، وحكى الام وبوه على اللي صار، وبتبيعه قال لهم انه ميفا هي السبب متاع الداء. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، اللي شافوا رودولف آخر مرة يقولوا لي هو كان شارب وهازز معاه مطرقة، من بعد طلع في كرهبته باش يمشي المايفا وألان ويفرك معاهم كالرمانة اللي سبقوا قلنا لكم عليها. يا أخي الكرهبة هي اللي تفركت وهو اللي تفرك معاها. Quand je disais que j'allais plus sur la tombe de mon fils, j'y allais tous les jours, tout seul, j'y parlais, sauf que je sais qu'il me répondait pas à moi. Et quand j'y arrivais plus, j'allais voir Maeva sur sa tombe, à côté, juste pour dire pardon, pardon, pardon pour elle, pardon pour tout. في الحقبة هذه من القضية وحسب تقصيات الحرس عرفوا أن الأولياء متاع رودولف يعني أم وبوه إندا وألا كانوا يشريوا فيها المايفا وبو صغيرة ألان، عملوا معاهم برشا عرك وكل ما يتعدوا في الشارع ويقابلوهم يشريوها لهم. وفي مرة من المرات إندا قالت المايفا أنت باش تموت باش نقتلوك، خلف السبان والكلام اللي ما يتقالش. البو زادة يعني ألا اتعارك معاهم وهددهم بالقتل، وهذاك علاش قدموا بهو ومرته شكاية. ولهنا يلزمكم تفهموا أنه اللي الدور متاعها جهنمي في الحكاية هي إندا، وفي نهاية الأمر هي اللي شربت مخرجلها وردت الذراع متاعها اللي نفذت به الانتقام،
بعد ما فشلت في إقناع العدالة أنه الحادث اللي صار الولدة هو جريمة قتل وراها مايفا وألان. في نهاية هالقضية ألان بيروي وقت اللي مثل أمام المحكمة كان فاقد الكل شيء. مرته دارت عليه وطلقته وقالت أنه هو المجرم وأنا خاطيني ما عندي ما عملت. واللي حضروا في هكا المحاكمة كانوا ينتظروا أنه ألان باش يعبر عن ندم متاعه، لكن تفاجئوا بشخص آخر فاقد للإنسانية ويعتبر أنه اللي قام به هو ثأر الولد وقريب باش يسب القاضي وهيئة الحكماء، وبطبيعة الحال هبط عليه الحكم بالسجن مدى الحياة. لكن في الاستئناف اعطاوها 20 سنة، ومرته اعتبروها شريكته في العملية هذه على الأقل في التستر عليه، وتم الحكم عليها بعامين سرسي. رجل ألان رغم اللي هي سبب في مأساته وكي حكت الركب في بعضها قامت ونفضته من حجرها وقشرته كالقلوب متاع تركيا، ما حبش يورطها معاه لأن هي اللي فرضت عليه وطالبته بالدم متاع مايفا. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجي تريبيونال، وتسمعوها يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على EFM أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.